فإني قريب. هذه المظلة العظيمة التي أكرمنا الله عز وجل بها، وحتى يستظل الإنسان بظلها لابد أن يحرك لسانه وقلبه بالدعاء. الفكرة أن تعلم أن كل شيء يجري هنا بيده سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل حاشاه سبحانه وتعالى. الدنيا ما تأخذه منها مما ينفعك سيكون لك نافعا، وما تأخذ منها يضرك، فستكون بالنسبة لك هي الحياة الدنيا التي ذمت كثيرا في القرآن الكريم. الوتر يا كرام من أجل الصلوات عندنا بعد الفرض، لا بل قل إنها أغلى الصلوات بعد صلوات الفرض. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أفضل حل، أفضل طريق، أفضل مخرج في القرآن الكريم. الله معك حين تكون معه، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك.